ورجعنا لكم بعد الفاصل. عضو مجلس الشعب مرشح لمجلس نواب 2020 الدكتور احمد عفيفي، دكتور مهندس احمد عفيفي، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في برنامج طاقه ايجابيه. ربنا يخليك يا فندم. اهلا بيك. اولا انا بشكر حضرتك على الاستضافه في البرنامج المحترم ده والقناه المحترمه قناه الصحه والجمال. تاني حاجه بهني الشعب المصري فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى 47 لانتصار اكتوبر، وطبعا كانت الصوره كانت جميله امبارح في كل الميادين. أكيد. ما كانش انتصار اكتوبر بس، ده كان تفويض وحب للرئيس على ما قدمه للشعب، يعني من ان هو تقريبا بنى مصر الحديثه. أكيد. هو بنى كباري، طرق، عاصمه اداريه، كل حضرتك حاجه، بتتكلم مصالح. كباشمهندس كشغلي، لان محايز، لان طبعا لان ده كميه انجازات ما اتعملتش مشروع. في الستين سنه اللي فاتت، في 6 سنين عمل اكتر من 60 سنه. نحب الاول حضرتك تعرفنا بنفسك، عن دايره ايه وحضرتك مستقل ولا ازاي؟ انا عن الدايره السابعه، التجمع الخامس والشروق وبدر والنزهه، تمام. فردي مستقل. انا دكتور احمد عفيفي، بكالوريوس هندسه جامعه عين شمس، ومعايا دبلوم اداره مشروعات وماجستير اداره مشروعات ودكتوراه في اداره المشروعات برضو. انا دكتور في مركز بحوث الاسكان والبناء، وشغال محاضر برضو منتدى في كليه الهندسه الجامعه البريطانيه. طبعا شغلي في المركز بتابع المشاريع القوميه، بعمل ابحاث لزياده يعني في مجال اداره المشروعات، ليا ابحاث منشوره في مؤتمرات دوليه خارج مصر وداخل مصر، ومجلات داخل مصر وخارج مصر. الابحاث بتاعتي دي كلها بتساهم ان احنا ازاي نخلص المشاريع في الوقت والتكلفه المطلوبه. بالنسبه لخبرتي بقى السياسيه، انا طبعا انا كنت مرشح قبل كده في مجلس الشيوخ اللي هو اللي فات ده، والحمد لله حصلت على كميه اصوات جامده جدا، يعني 83,000 صوت. اكيد. ما هو عشان كده حضرتك احنا جالنا برضو، جات لنا رسائل على بيج الطاقه الايجابيه ورسائل خاصه، احنا عايزين حضرتك تظهر معانا في البرنامج كنائب للغلاب. ربنا يخليك. كان تحت شعار نائب للغلاب. طبعا انا بشكر طبعا اللي رشحوني في انتخابات الشيوخ ان شاء الله، وبتمنى يدعموني في الانتخابات اللي جايه عشان اكون نائب ان شاء الله للدايره دي، دايره التجمع. تمام، بسم الله ما شاء الله. طب يا دكتور، احنا يعني حابب اشوف، يعني انا كشاب من الشباب عايز اشوف يعني تواجد حضرتك في الشارع بالنسبه للشباب، بالنسبه في الجامعه، بالنسبه حوالين حضرتك في الدايره، التواجد نفسه. يعني انا طبعا ليا يعني من ضمن الانشطه بتاعتي، طبعا انا كنت مؤلف كتب طبعا في العقود والمطالبات، عامل قناه تلفزيونيه لتعليم اداره المشروعات للمهندسين وطلبه كليه الهندسه، وعندي فوق ال 150,000 مشاهده من المهندسين. الحمد لله. طبعا بساعد، يعني لما يجي مهندس يقول لي مثلا عايز فرصه عمل او حاجه، بحاول اساعده، بحاول اساعد اي حد مثلا بيطلبني في حاجه في شغل، في متواجد، يعني متواجد معاهم، متواجد وسطيهم يعني. طبعا طبعا طبعا، لاني طبعا خدمه اهل الدايره شرف ليا يعني. طيب، ده انا عايز اعرف برضو يعني بالنسبه للنشأة، بالنسبه للبدايه، ايه اللي خلاك تاخد خطوه زي دي، او خلاك تاخد حاجه قويه زي دي، خطوه قويه طبعا محسوبه. ايه الدافع؟ يعني انت ليه عايز ترشح نفسك مجلس الشعب؟ ايه السبب؟ يعني انا عايز ارشح نفسي مجلس الشعب لان انا يعني حابب مجال الخدمه العامه، وعايز اخدم اهل الدايره عندي. يعني احل المشاكل في الدايره. طبعا الحمد لله هي الدايره عندي دايره يعني سكانها كويسين الحمد لله. يعني بس في حبه مشاكل كده هستعرضها في الرؤيه الانتخابيه. بس يعني دايره كبيره، دايره كبيره طبعا. يعني حضرتك بتتكلم على الشروق وبدر والنزهه والتجمع والنزهه. طبعا يعني دايره كبيره برضه. طبعا دايره يعني فيها مثلا 60 كيلو في محافظتين، ده كانهم محافظتين في بعض. دايره كبيره. طبعا طبعا. هو طبعا مجلس الشعب زي ما احنا عارفين، برضو عايزين ننوه للساده المشاهدين ان مجلس الشعب عباره عن 568 عضو. طبعا نصهم بيترشح، 284 بنظام الفردي و284 بنظام القايمه، وانا طبعا فردي مستقل. رقم 9 رمز التلفزيون عشان المشاهدين يفتكروني يعني كويس. كويس. وفي طبعا 284 بيترشحوا بالقايمه،
طبعا في القائمه الوطنيه من اجل مصر، وفي قوائم تانية. طبعا القائمه الوطنيه من القوائم المتميزه، طبعا فيها حوالي 12 حزب سياسي. اكيد. وطبعا عشان انا يعني بطلب من الناخبين يعني يرشحوا قائمه القائمه الوطنيه واثنين مرشحين في الدايره عندي عشان يبقى صوته يعني صحيح. فيا ريت انا اكون منهم عشان انا حابب اخدم يعني في الدايره واحل المشاكل، لان احنا دايره تقريبا مجتمع عمراني جديد. فيعني بيفضل ان يكون مثلا لو واحد مثلا يعني زي دكتور في اداره المشروعات عند في مشاكل في الدايره، مثلا زي عندنا مخلفات البناء اللي هي موجوده مثلا في، كان طبعا ايام السيول كان بيحصل في حاجات في تراكم مياه وكلام من ده. فطبعا الحاجات دي محتاجه يعني واحد ذو حس هندسي هيقدر اكتر في دايره لسه بتنمو هيكون مفيد اكتر. لا وكمان الموضوع مختلف غير موضوع الريف. يعني طبعا انت في موضع قوه دلوقتي بالنسبه للناس، هتواجه حاجات قويه جدا طبعا، وناس يعني متواجده معاك وموضوع وطرق وكباري يعني موضوع كبير. فاهم قصدي؟ يعني موضوع يعني الحمل هيبقى كبير قوي، فانت طبعاً لازم. وطبعا دايره قويه وفيها جنبنا العاصمه الاداريه وبدر، ودايره متسعه الاطراف. فان شاء الله يعني اكون قد المسؤوليه، خصوصا مع التطورات والانشاءات اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسعى عليها دلوقتي. فدور حضرتك هيبقى مهم جدا كمهندس. انا اوريدي في شغلي في مركز بحوث الاسكان والبناء، بتابع المشاريع الاسكان. عرفت ان حضرتك بتتابع يعني المشاريع الاسكان الاجتماعي، وبتابع مشاريع في العاصمه الاداريه. حلو الاسكان الاجتماعي والسكن مصر طبعا. حاول بقى تساعد الشباب بتوفر لهم شقق ان شاء الله باذن الله. باذن الله، او تبقى شروط مناسبه شويه اكتر يعني. طبعا طبعا. هو طبعا يعني انا برضو بناشد بالنسبه لاهل الدايره بتاعتي هنا، يعني كان لهم مطالب قبل ما اجي، موضوع مخلفات البناء اللي هو الحديث الساعة دلوقتي. طبعا يعني يا ريت يعني بطلب من القيادة السياسية وهيئة المجتمعات العمرانية ان هم يعني يخفضوا شوية، بالذات بالنسبة للتجمع وبدر. قيمة مخلفات البناء يعني يعتبر عالية بالنسبة لباقي القاهرة والمدن. وكمان يزودوا المدة، لان تقريبا اللي بيسكن في البدروم او على السطح ده بيبقى يا دوبك جايب شقته، يعني ما معهوش مش لسه مين بادي. اللي لسه بادي مش اللي معاه كله حطه في المكان يعني ده. يعني ده مطلب يعني من الناس كانوا يعني محمله لي يعني كمانه وانا جاي، يعني ان هو نقلل شويه ونزود مده القسط عشان الناس تقدر كتير تتصالح، وده برضه هيدخل دخل للدوله، تقدر تعمل مرافق وتعمل مرافق في زياده المرافق نتيجه الزياده السكانيه، وهيساعد الناس انها تقدر تدفع المخالفات. يعني انا ممكن ما اقدرش ادفع مبلغ مره واحده او مبلغ كبير عايزه اقسطه على مراحل. طبعا ده هيزود الناس اللي هتقدر تتصالح. طبعا تمام. خد بالك يا دكتور انت لسه ما شفتش حاجه برضه، دي حاجه كده، دي حاجه بسيطه كده هم رموها كده حمل شويه بس لسه ان شاء الله. عشان كده بقول لك انت ما شاء الله انت في دايره قويه، حتى نسبه الوعي قويه جدا هناك. يعني ان شاء الله اكون قد المسؤوليه باذن الله. لا احنا متاكدين، واحنا عارفين ان مين معانا وعارفين احنا بنجيب مين. حضرتك تستحق فعلا كده لمشاركتك، يعني المشاركه المجتمعيه بتاعت حضرتك فعاله جدا الحمد لله. برنامج الانتخابي، طبعا برنامج الانتخابي بالنسبه للتعليم، اولا احنا عايزين، احنا في دايره زي ما قلت كده، دايره تعداد السكان بتاعها بيزيد اكتر من اي دايره تانية. ليه بقى؟ لان الدوله بتبني زي ما قلنا سكن اجتماعي وسكن مصر ودار مصر واراضي للبيع كتير في بدر والقاهره الجديده، فكل الناس بتبني وبتعمر وبتيجي، يعني اللي في شبرا واللي في اي دايره تانية بيجي على عندنا. فطبعا ده بيعني زياده سكانيه مضطرده عن باقي الدوائر. فعشان كده انا عايز ازود عدد المدارس وبالذات التعليم الفني، علشان احنا عندنا برضو بدر والتجمع في منطقه مصر في الشروق. في الشروق متهيألي الشروق بدر والاماكن الجديده التعليم الفني ده قليل فيها جدا. جدا جدا. واحنا عندنا اصلا المدارس التجريبي برضو طبعًا. مش كتير. احنا عايزين نزودها طبعا لخدمه المواطن، لان مش كل اللي ساكنين في الدايره دي يقدروا يدخلوا مدارس انترناشونال ومدارس خاصه. هي اغلبيتها المكان اللي حضرتك مرشح ليه اغلبيته مدارس انترناشونال وكده، فحاجه هتبقى كويسه جدا انك تهتم بالناحيه الفنيه، التعليم الفني والمدارس التجريبيه العاديه. دي طبعا دي حاجه مهمه، عشان برضو احنا عندنا مصانع في بدر وعندنا مصانع في القريه الجديده، فلما يبقى في تعليم فني الناس تطلع من هنا هتلاقي شغل جنب بيتها قريب. تاني حاجه
عايزين نعمل جامعات. احنا عندنا في اراضي مخصصه في التجمع وبدر لعمل جامعات ما اتعملتش. فتخيلي الطالب مثلا في بدر او في التجمع بيقطع 50 60 كيلو عشان يروح جامعه عين شمس، يصرف مواصلات قد ايه ووقت قد ايه. فطبعا دي لما حاول ان شاء الله جامعات حكوميه، جامعات حكوميه طبعا عندنا جامعات خاصه كتير الحمد لله يعني. لا ما عشان كده كنت بتاكد. ما احنا عايزين احنا برنامج يعني نائب الغلابه. احنا عايزين ابقى جنب اللي هو يقدرش مثلا، بقول لحضرتك مثلا مخالفات بنقل اللي هو ساكن في البيزمنت واللي ساكن في على السطح، ده مش مقتدر مش زي اللي ساكن في فيلا. وخصوصا يا دكتور خد بالك ان حته ان فكره ان الناس قاعده في التجمع او قاعده في الشروق او قاعده في كذا كذا، ف جايه من خلفيه سابقه ان الناس دي كلها معاها فلوس، كلها غنيه جدا. لا مش كلهم يعني، لا ففي ناس فاهمه كده. فلا في ناس على ده او طبقه متوسطه. في واحد يا دوبك كان نفسه يسكن في المكان ده ودبر فلوس ان هو جاب المكان ده. واي حتى لو هم معاهم فلوس ده ما يمنعش برضه ان هو افرض هو حابب ان هو يدخل ابنه مدرسه حكوميه يعني بمزاجه او جامعه حكوميه. في ناس وهو تعليم في المدارس الحكوميه في ناس يبقى معاها فلوس، كل الفلوس اللي معاها جابت بيها شقه. طبعا يعني انا كل اللي انا محوشاه جبت بيه شقه، عايز اعلم ولادي تعليم كويس. ما هو انا يسكنهم سكن كويس يعلمهم تعليم كويس. فالمدارس الانترناشونال زي ما حضرتك بتقول غاليه جدا بالدولار. فلما حضرتك تهتم بمبدا ان انا هعمل مدارس حكوميه حتى لو تجريبي برضو حكومه، ان التجريبي معروف ان مصاريفه 400 500 جنيه، فده هتفرق جدا مع الناس في اهل دايره حضرتك. ده طبعا. بالنسبه بقى للصحه احنا عايزين برضو نزود عدد المستشفيات الحكوميه برضو، لان طبعا في كل تجمع في مستشفى القرية الجديده، في بدر مستشفى بدر العام، فعايزين نزود المستشفيات نتيجه زي ما قلنا التعداد السكاني بتاع الدايره دي بيزيد جدا. وكمان الدايره بعيده يعني، لو في حاله امرجنسي لحد مش هتلحق تنقله 60 كيلو مثلا في مستشفى العباسيه. فدي طبعا من الحاجات المهمه في الصحه. بالنسبه للشباب طبعا ان احنا نزود مراكز الشباب عشان طبعا نبعدهم عن الكافيهات والحاجات اللي هي بتضيع وقتهم. دي لازم وخصوصا ان النوادي يعني النادي انا ممكن ما اقدرش ادخل ابني نادي يلعب لعبه. لان برضو المكان زي ما قلنا المكان كلاس شويه. الريت عالي قوي. وبعدين فكره الاكاديميات او فكره مراكز الشباب دي فكره كويسه جدا. هيك بقى اكلم شريف في الموضوع ده لان هو ايه لا لان انا عندي رؤيه في الموضوع ده، لان هو ده المنفس. زمان احنا كنا بنلعب في الشارع، كل الناس بتنزل، الولاد واحنا كلنا ننزل نلعب في الشارع. والحاجات اتغيرت يعني، ظروف بيئيه اتغيرت وحاجات اتغيرت وعماير طلعت وحاجات كتيره اتغيرت. دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها حد بيلعب في الشارع. بقى دلوقتي اللي هو اللي بدا يلعب، اللي كان بيلعب في الشارع بقى يروح اكاديميات او مراكز شباب، مش نوادي. النوادي دي بتبقى ليها ناسها، احنا عارفين طبعا بتبقى ايه ماشيه ازاي، وهم يعني بيبقى ليها ناس اختبارات وحاجات معينه يعني. فانا عايز ادعم الحته دي، لان انا برضو الناس اللي هتشارك دي لازم ما تبقاش ممارسه. يعني مش لازم افضل يبقى ممارس طول عمره. ما انا هدعم مراكز الشباب وهدعم النوادي اللي موجوده، بس انا برضو عايز ادعم من جوه، ادوس على حته ان دول لا ولي الامر اطمن ده هيخش يتعلم كاراتيه، كونغ فو، سباحه، كره قدم، ممكن يبقى بس مش هيبقى ممارس. انا هندعمه في انديه، هنفتح ابواب الانديه للناس دي. ما دي مراكز الشباب هتبقى يعني الخطوه الاولى. ممكن لو في موهبه او حاجه تالنت معين زي مثلا محمد صلاح مثلا، ما كان بادئ من قريه دلوقتي بيلعب في احسن نادي في العالم، كان في دوري بيبسي في دوري بيبسي المدارس يعني حاجات برضو اكاديميات. بالنسبة لملف تاني غير الرياضة، بالنسبة طبعا للمرأة، المرأة أنا عايز يبقى ليها كوتا في أي شغل. مثلا احنا عندنا في التجمع مثلا في وبدر والشروق في شركات كتير، هيت أوفيس وفي مصانع وفي كذا. ليه ما نعملش كوتا للمرأة في الشغل مثلا 25% زي ما في المجلس النواب؟ لا انت كده هتنجح دكتور. ايوه انا بقول لحضرتك، انت ناجح ان شاء الله. باذن الله رب. باذن الله. باذن الله يا دكتور. هو انا برضو ليا سؤال كده احب اختم بيه البرنامج، لان احنا برضو في الاخر برنامج طاقه ايجابيه بنتكلم عن القدوه. انا عايز اعرف مين يعني قدوتك في الحياه، لان احنا شفنا انا وشريف شفنا السي في بتاع حضرتك هايل. يعني اتخرجت من هندسه، ما استكفيتش بتخريج خريج هندسه، بالعكس رحله كفاح كبيره جدا برغم ان سن حضرتك الصغير. عايز اعرف مين القدوه الحسنه اللي اثرت فيك وخلتك توصل ان انت كمان
عايز تبقى مرشح مجلس نواب؟ طبعا والدي رحمه الله عليه يعني الله يرحمه. لسه الذكرى الثانويه ليه من سنه يعني توفي بقاله سنتين. طبعا هو كان يعني قامه بالنسبه ليا علمنا لازم الخلق والصدق والامانه والالتزام. وكان بيحب ان يشجعني في شغلي ان انا يعني اشتغل واتعلم واكون احسن واحد. فده اللي والدي هي والدتي طبعا ربنا يديها طول العمر. امين. ست طيبه جدا وكرست حياتها بس تربيتنا يعني ما كانتش بتشتغل كانت ربه منزل يعني. فدي هم اكتر اتنين يعني قدوه ليا واللي انا وصلت له ده يعني بفضل دعواتهم. هو رحمه الله عليه. واحنا بنحيي والده الدكتور المهندس احمد عفيفي على الهواء تحيه خاصه من برنامج طاقه ايجابيه. انا وشريف بنحيي حضرتك لان حضرتك قدوه حسنه وام عظيمه ربيتي شخصيه جميله زي دكتور مهندس احمد عفيفي. اكيد ليك الحق ان انت تفخري بيه والله بجد. كلنا فخورين بيه باذن الله وبنشكر حضرتك جدا على التربيه الجميله دي وباذن الله حضرتك موفق في البرنامج الانتخابي. الحمد لله. وان شاء الله يبقى وش البرنامج حلو عليك. ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله المره دي بقى تظبط المره. لا المره اللي فاتت يعني كنت ال11 واللي تعينوا ال10 يعني كانت فرقه واحد بس. حضرتك في برنامج طاقه ايجابيه مدام خدت لقب هنا في البرنامج نائب الغلابه بناء على الشعب وبناء على اهل دايرتك اللي طالبونا ان احنا نجيب حضرتك معانا النهارده من دعوه خاصه منهم. فاكيد ان شاء الله باذن الله حضرتك موفق. ماشي. وبقى افتكرنا بس ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله. شرفتنا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. ايه ده احنا بنشكر حضرتك وان شاء الله على تواصل دايما باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا للبرنامج. اعزائي المشاهدين احنا دمتم دايما على تواصل بينا وان شاء الله على وعد بلقاء اخر. طاقه ايجابيه دايما طاقه ايجابيه دايما في ظهر الغلابه دايما مع حق الغلابه. السلام عليكم.